يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم هتكون مهمة جدا وعندنا فيها كلام وتفاصيل غاية في الأهمية، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي أو أيضا بعض الأمور المحلية والعالمية اللي هنتطرق ليها مع بعض بإذن الله تعالى. لكن في البداية سؤال حلقتنا النهاردة واللي هتتواصلوا معنا من خلاله على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، سواء تويتر فيسبوك أو إنستجرام، وهو رأي حضرتك في أداء النادي الأهلي بالأمس. هنشوف تعليقاتكم إيه وناخدها معنا مع نهاية حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بترندات الحلقة، يلا بينا. في ترند الأهلي، الأهلي راحة 48 ساعة. الترند المحلي، 4 مباريات في الدوري اليوم. أما الترند العالمي، ميسي ينفذ قراره ويغيب عن أول تجمع لبرشلونة. طيب عندنا كلام كتير جدا ومواضيع لازم نتناقش فيها مع بعض كما هو المعتاد زي ما انتم تعودتوا معانا. لكن في البداية النهاردة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان كتب تويتر وقال إن هو إيجابي كورونا، نتمنى له يا رب كل الشفاء ودعواتنا بالشفاء العاجل ليه بإذن الله تعالى. المهندس خالد مرتجي أحد الجنود المؤثرة جدا جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي، والراجل في الحقيقة يعني بيبذل مجهود كبير جدا في مختلف الملفات اللي بتخص النادي، فبالتالي نتمنى له يا رب كل الشفاء ودعواتنا كلنا بإذن الله إن هي تكون فترة تعدي بسرعة على المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. ألف مليون سلام عليك يا باش مهندس، وإن شاء الله ترجع لناديك بألف سلامة بإذن الله تعالى. طيب امبارح كانت مباراة الأهلي والمصري في الأسبوع 23 من بطولة الدوري. النادي الأهلي قدر أنه يفوز بنتيجة 2-0 في مباراة كانت جيدة نسبيا من الجانب الفني وجانب الأداء تحديدا بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا كان فيها عدد كبير من المكاسب اللي بتخص الفريق، وخصوصا أنك واضح بإذن الله تعالى أن الكيرف كده بيعلى. أنت ابتديت بعد فترة التوقف كسبت إنبي 2-0، كان أداءك على فكرة معقول في التوقيت ده، جيت بعديها الماتش اللي بعده وتعادلت أو كسبت على ما أتذكر 1-0، ومباراة أخرى تعادلت وبعد كده خسرت من الزمالك، وبعد كده كسبت فريق الجونة في آخر دقيقة كان فوز مهم قوي، وبعد كده كسبت امبارح مباراة المصري بنتيجة 2-0. فالكيرف عندك بيعلى وده المطلوب، ممكن جدا أن أنت الكيرف بتاعك ينزل فترة من فترات في الموسم، لكن الأهم بالنسبة لك كنادي كبير ونادي بطل أنك تقدر تستعيد الثقة في نفسك وتقدر أنك تطور من أدائك وتحل السلبيات اللي عندك عشان لما توصل للتحدي الأهم وهو التحدي الأفريقي تبقى جاهز 1000000%، مش هينفع أقل 1000000%، علشان بإذن الله تعالى تقدر أن أنت تحقق اللقب ده. ففي الحقيقة امبارح إيجابيات كتير ومكاسب كتير بالنسبة للنادي الأهلي. ممكن الأداء مش هو أحسن حاجة في الدنيا، مش أجمد حاجة طبعا، لكن نسبيا في تحسن مع المباريات ومع توالي المباريات والوقت وكلام من ده وعودة المصابين وجاهزية بعض اللاعبين الغائبين، هتلاقي الشكل بإذن الله اللي حضرتك بتنتظره دائما من النادي الأهلي. ده كله هيجي إزاي؟ بالمساندة والدعم والثقة في اللاعبين. عجبني جدا امبارح أحمد الشيخ بصراحة، أحد اللاعبين المميزين جدا، عنده مهارات وانت دايما بتحاول تلجأ للحلول الفردية في بعض المواقف زي الكرة اللي حضراتكم بتشوفوها امبارح، فأحمد الشيخ أحد المكاسب. محمد هاني كمان أحد مكاسب مباراة الأمس في الحقيقة، وقدر أنه هو يساهم في الهدف الأول اللي أحرزه نجم المباراة الأول أليو باجي اللي واجه انتقادات كتير جدا منذ انتقاله للنادي الأهلي. ودايما بصراحة كده بنشوف إيه، بنشوف أي لعيب جديد بيجي بيبقى السبوت عليه جامد قوي، فالناس تفضل مركزة معاه كورة كورتين وحش فيهم، يقول لك إيه ده يا عم الصفقة اللي أنت جايبها دي، لا لعيب مش قد كده. دايما الحكم على اللعيبة الأجانب مش لازم يكون بسرعة، لازم نتأنى وننتظر ونشوف مستوى الولد إيه. أليو باجي لعيب مميز جدا جدا، عنده كل المقاومات اللي لازم تكون متوافرة في المهاجم الهداف، سواء من ناحية إحراز الأهداف، من ناحية القوة ما شاء الله عليه قوة كبيرة جدا، طول مميز بتحتاجه في أي مهاجم، سرعة ومهارة موجودة. يعني امبارح في كرة على الخط كده عدى بيها، يعني لما تيجي تبص على الجانب المهاري عند اللاعب قدر ان هو يتصرف ويعدي وكلام من ده. فكلها إيجابيات موجودة عند أليو باجي ولعيب مبشر جدا جدا، وهو طبعا نجم المباراة الأول امبارح. بجانب كمان حمدي فتحي اللي برضه كان عليه انتقادات والناس كانت ناسيه شويه ان حمدي فتحي اتصاب اصابه قعد فيها شهور كتير جدا.
ما حسيناش بالاصابه دي، لان هي الشهور دي تزامنت مع فتره التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا. بعد عوده النشاط عاد حمدي فتحي، فالحساسيه مع المباريات، حتى ما لعبش مباريات وديه بالمناسبه، المباراتين الوديتين اللي كانوا قبل بطوله الدوري واستئنافها امام الجونه وسموحه على ما اتذكر ما كانش شارك فيهم حمدي فتحي، كان لسه بيجهز، هو اشترك على طول في مباريات رسميه. فكان طبيعي ان اول ما ترجع كلاعب من اصابه ومن فتره غياب كبيره انك واحده واحده هتبتدي تستعيد مستواك، ده اللي بيحصل كمان مع حمدي فتحي في الحقيقه. فمكاسب كتير جدا امبارح ابرزها تحسن الاداء بشكل نسبي، وهيبقى فيه احسن من كده بكتير ان شاء الله باذن الله تعالى، واستعاده بعض اللاعبين لمستواهم ولثقتهم في انفسهم، ده بالاضافه ان شاء الله لعوده كهربا الفتره اللي جايه قدام ماتشين ان شاء الله باذن الله او ثلاثه بكتير ويكون متواجد. عندك كمان عوده حسين الشحات هتكون مهمه جدا جدا جدا، عوده محمد محمود باذن الله تعالى في الشق المحلي هيكون ايجابي جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فان شاء الله نتفائل خير الفتره اللي جايه هتكون مهمه، ويقدر النادي الاهلي ان هو يظهر امكانياته الحقيقيه مع مستر ريني فايلر المدير الفني المميز، ومن ثم نقدر نحقق الهدف المنشود وهو بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بمباراه الامس ما بين الاهلي والمصري، بالمناسبه الفريق راح 48 ساعه وان شاء الله يرجع يستأنف تدريباته استعدادا لمباراه وادي دجله اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه باذن الله. وعندك كمان مباراه اخرى يوم 7/9 مع حرس الحدود، وبعد كده ممكن البعض يقول لك لسه مفيش مباريات اتحددت هيبقى تفكيرك في الوداد، لا هيكون في مباريات اكيد هيحطها الاتحاد المصري لكره القدم علشان تلعبها، اعتقد مباراتين او ثلاثه وبعد كده تفكر وتتفرغ لفريق الوداد المغربي باذن الله تعالى. وهنفضل متابعين مع حضراتكم كل الجديد اللي بيخص الفريق ونتمنى لهم كل التوفيق. طيب عندي ملف مهم جدا وهو خاص النهارده معانا في فقره ترند الترند، وهو بيتعلق بالاقاويل الكثيره اللي طالعه على موضوع دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا ومدى امكانيه تاجيل هذه المرحله او المباريات هتبقى في مواعيدها ولا لا. خلينا اقول لحضراتكم بالتفاصيل وبعض المعلومات اللي قدرنا نوصل لها من خلال مصادرنا داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم. رقم واحد، حتى الان مفيش اي طلب اتقدم من اي فريق من المشاركين في دور نصف النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا، واكثر تحديدا كمان من الفرق المغربيه سواء الوداد او الرجاء، الاثنين ما قدموش اي طلبات عشان ياجلوا دور نصف النهائي. احنا عارفين ان في اصابات كورونا، لكن برضو خلينا نتكلم فيها بالتفاصيل تحديدا في المغرب. بالنسبه لفريق الرجاء فهو كان عمل المساحات وما فيش ولا اصابه الحمد لله، والعينات كلها كانت سلبيه، فالرجاء ما فيش اي مشكله. المشكله هنا فين؟ عند مين؟ عند الوداد المغربي، عندهم 14 حالة إصابة ما بين لاعبين وجهاز فني وإداري، فيعني 14 حالة عدد كبير شوية. فمن هنا جت الأقاويل، وخصوصا أن في المغرب الوضع مش مستقر شوية في موضوع كورونا، فمن هنا جت الأقاويل أنه ممكن يتم تأجيل الدور ده. لكن الوداد مفيش أي نية حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم أن هو يطلب التأجيل، ما عندهمش النيه الناس ان هم يطلبوا التاجيل، وحاطين في اعتباراتهم ان شاء الله باذن الله ان حاله الشفاء تكون سريعه خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي يكونوا جاهزين لدور نصف النهائي امام النادي الاهلي باذن الله تعالى. الدوري المغربي دلوقتي متوقف ومستنيين يلعبوا المؤجلات عشان يستأنفوا المباريات في الدوري المغربي، لكن الوضع بالنسبه لفيروس كورونا هناك معطلهم شويه. طيب موقف الاتحاد الافريقي ايه؟ حتى الان الاتحاد الافريقي متمسك ان المباريات هتكون في مواعيدها في دور نصف النهائي. انتوا عارفين ان الاهلي هيقابل الوداد تمام، والزمالك هيقابل الرجاء، بالنسبه للفرقتين هيكونوا اول مباراتين هناك في المغرب يوم 25 ويوم 26. فالوضع بيتم مراقبته من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم عن كثب، الناس متابعين لحظه بلحظه وبيشوفوا الامور تطورت لحد فين، لكن حتى اللحظه دي المباريات في مواعيدها يوم 25 و26، مبارياتي الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، وبعد كده هيجوا لنا ان شاء الله يوم 2 و3 اكتوبر يلعبوا هنا في القاهره. نتمنى كل التوفيق للاهلي والزمالك باذن الله يوصلوا للمباراه النهائيه. ده بالنسبه للوضع هناك في المغرب وبالنسبه لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. حتى هذه اللحظه وانا بتكلم معاكم النهارده 30/8 مفيش اي رغبه او اي نيه عند نادي الوداد المغربي ان هو يقدم طلب لتاجيل مباراة النادي الأهلي الأولى في دور النصف النهائي. في المقابل نادي الرجاء ما عندوش أي مشكلة لأن ما عندوش أي حالات كورونا. نتمنى الشفاء السريع لكل لاعبي الوداد بإذن الله تعالى، وتكون فترة وتعدي عليهم بسرعة، يكون شفاء عاجل بالنسبة للاعبين، وإن شاء الله الأمور تكون مستقرة عشان كمان بخلاف سلامتهم أكيد اللي تهمنا طبعا، لكن عشان تكون الأدوار في موعدها والمباريات في موعدها بإذن الله تعالى. ده فيما يتعلق ب
جزئيه تاجيل المباريات او دور نصف النهائي، فاحنا بناكد على حضراتكم ان المباريات في مواعيدها طبقا لاخر معلومات وصلت لنا من مصادرنا داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم حتى هذه اللحظه، الا اذا جد جديد بشكل سلبي. ان شاء الله ده مش هيحصل. الاتحاد الافريقي مركز قوي ومتابع الحاله بشكل عام في المغرب، ومتابع حالات كمان الوداد، وبالمناسبه كده كده هيبقى في مساحات كمان قبل المباريات، فالامور يعني باذن الله هتبقى بسيطه وتعدي على طول، والمباريات تبقى في موعدها. ده كان خبر في ترند معانا النهارده، وحبينا نطلع حضراتكم على كل ما هو جديد يخص بطوله دوري ابطال افريقيا اللي وحشانا جدا بصراحه. يعني ان شاء الله الاهلي يكون موفق في الدور نصف النهائي، ومن ثم دور النهائي كمان نرجع بالبطوله والدنيا تبقى زي الفل باذن الله تعالى. نروح لفاصل ونرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحديث دايما بيكون مستمر على النادي الاهلي تحديدا في السوشيال ميديا، وتحديدا كمان بعد مباراه الامس وفوز وتالق النادي الاهلي على فريق المصري البورسعيدي بنتيجه 2-0. فبالتالي خلينا نبتدي بترند الاهلي النهارده، والكلام كان على ايه. طبعا الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على فيسبوك كانت بتتكلم على مين هو نصر المباراه بعد انتهاء اللقاء امبارح تحديدا، ده من خلال تويتر. واحمد الشيخ في الحقيقه في لفته يعني مميزه جدا وتدل على الروح الجيده ما بين اللاعبين، هو كتب ان بادجي هو نجم المباراه الاول، رغم ان الخيارات كان زي ما حضراتكم شايفينها كده حمدي فتحي احمد الشيخ اليو بادجي. الثلاثه بصراحه عملوا مباراه كبيره، ومش هم بس الفريق كله، لكن اليو بادجي فعلا كان هو نصر المباراه. نشوف الخبر اللي بعده، وده من خلال صفحة الأهلي اليوم، واللي قالت يحسب لفايلر في الفترة الأخيرة ومع كل الغيابات دي إنه محافظ على مستوى الفريق والانتصارات بالنسبة للأهلي، لأن أنت من بعد كورونا بتضربك كمية غيابات رهيبة، وتقريبا خط هجومك الأساسي مصاب، وأفضل المدافعين عندك مصابين، وفعلا أمور صعبة. يعني هما بيتطرقوا هنا من خلال صفحة الأهلي اليوم للظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي، وده أمر حقيقي يعني واقع وبنلمسه كلنا. الأهلي بيمر ببعض الظروف اللي ممكن تكون عطلته في بعض المباريات، سواء بالتعادل أو بالهزيمة تحديدا أمام نادي الزمالك، لكن في كل الأحوال مستر ريني فايلر يجب الإشادة بيه. مش مجرد إن الراجل مثلا عمل ماتشين ثلاثة بشكل أو بأداء غير جيد يبقى الراجل ما ينفعش زي ما كنا بنسمع يعني، لا طبعا، مدير فني مميز وقادر يتعامل مع الظروف. وانا عاجبني فيه قوي ان هو ما بيدورش على حجج. في مدربين يطلعوا يقول لك بعد كل مباراه اصل انا غايب من عندي فلان، اصل انا عندي مشكله في اصابه ايه وكلام من ده، لا، مستر ريني فايلر مش من المدرسه دي. الراجل بصراحه مركز مع المجموعه اللي موجوده، ودايما تصريحاته بتكون في الاتجاه ده، انا بركز مع الناس اللي معايا وان شاء الله نقدر نحقق حاجة كويسة بيرغب فيها جمهور النادي الأهلي. طيب ماجيكانو على انستجرام بيتكلموا على حمدي فتحي وان هو دينامو الفريق ومحرك اللعب. في الحقيقه حمدي فتحي وزي ما اتكلمت عنه في البدايه الكلام كان كتير عليه بعد 3-4 مباريات من عوده النشاط، وان اللاعب مستواه قلل وكلام من ده، لكن ده كان كلام غير منطقي وما بتبصش دايما لما قبل مشاركه اللاعب، الظروف اللي كان بيمر بيها ايه. لكن تدريجيا في الحقيقه حمدي فتحي احد اهم اللاعبين في وسط الملعب في مصر كلها، ولعيب مهم جدا، ان شاء الله تدريجيا يرجع لمستواه المعروف. امبارح ادى مباراه جيده وقدر ان هو كمان يحرز هدف مميز. نيجي بقى لنجم المباراه الاول، وده من خلال حساب اهلي بلايرز 72 على انستجرام، واللي اتكلموا على اليو بادجي. قال لك رجل مباراه بتسجيله هدف وصناعه هدف اخر في فوز الاهلي على المصري بنتيجه 2-0 في الدوري المصري، مهاجم متحرك ومهاري وايجابي على المرمى، دي حقيقه، وبالاضافه انه بيلعب الكره السهله. بالتوفيق لبادجي، والدعم ده اللي مطلوب دايما للاعيبه النادي الاهلي. وبالمناسبه بخلاف اليو بادجي امبارح عمل مباراه كبيره، لازم اتكلم على مروان محسن. مروان عمل مباراه ايضا مميزه جدا، الفتره اللي لعبها لحد ما خرج في الشوط الثاني كان بيقدم منتهى الرجوله منتهى الحماس، لاعب مميز. كمان الكره اللي جابها بادجي هدف كان هو مساهم بيها، لكن هي طلعت اوف سايد، واوف سايد صحيح في الحقيقه. لكن في كل الاحوال مروان محسن مكسب كبير، وكمان اليو بادجي، فخط الهجوم ان شاء الله احنا مطمنين عليه باذن الله، وبخلاف طبعا الفريق ككل خلال المرحله الحاليه والقادمه كمان، لان هي الاهم. تعالوا نروح لفي الجول والصفحه الرسميه ليهم على تويتر، واللي بيتكلموا على مباراتين في الدوري قابلتين للزياده حسب اعلان لجنه المسابقات للجولات المقبله في بطوله الدوري. زي ما اتكلمت مع حضراتكم في اول الحلقه ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. اخر مباراه طبقا للمعلن بالنسبه للنادي الاهلي هي مباراه حرس الحدود اللي هتكون يوم 7/9، لكن هيتم وضع
مباراتين على اقل تقدير بالنسبه للفرق في الدوري كلها، يعني مواعيد جديده للمباريات المتبقيه في بطوله الدوري، مباراتين هيكونوا للنادي الاهلي قبل مباراتي الوداد باذن الله تعالى في دور نصف النهائي، وهيبقوا خير اعداد بالنسبه للنادي الاهلي ولبعض اللاعبين العائدين كمان عشان يكونوا جاهزين لمباراه الوداد باذن الله تعالى، وده اللي احنا هنشوفه خلال الفتره اللي جايه. وهم هنا شارحين حتى زي ما حضراتكم شايفين كده، الاهلي عنده وادي دجله يوم 4/9 وبعد كده حرس الحدود يوم 7/9، حتى الان يوم 26/9 بعديهم على طول هيكون مباراه الوداد، لكن زي ما قلت لحضراتكم ونوهت ان هيكون في على اقل تقدير مباراتين اخريتين. طيب خلينا نروح لليوم السابع واللي بيقول ان هو بينشر دليل براءه الاهلي في ازمه التغييرات امام المصري البورسعيدي. مفيش ازمه ولا حاجه، الناس اختلط عليها الامر نوعا ما. اللي معروف طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكره القدم ان انت بعد التعديلات اللي حصلت بعد ازمه فيروس كورونا ان يحق ليك انك تعمل 5 تبديلات في المباراه، لكن 5 تبديلات يكونوا في 3 فترات من مجريات احداث اللقاء، 3 فترات بس، يعني انت كانك كنت بتعمل 3 تغييرات في 3 فترات طبيعي بالنسبه لكل فريق. لكن اللي اختلط بالنسبه للناس امبارح ايه؟ ان الاهلي عمل تغييرات على 4 فترات بس، في منهم فتره في النص اللي كانت ما بين الشوطين، فطبقا للوائح الاتحاد الدولي ان الفتره دي لا تحسب من ضمن ال3 فترات اللي انت ممكن تجري فيهم التغييرات. فبالتالي الاهلي عمل تغيير اولاني باصابه عمرو السوليه، وبعد كده عمل تغيير بين الشوطين بخروج بادجي ونزول وليد سليمان، وبعد كده عمل بقيه التغييرات الاخرى على فترتين فقط في الشوط الثاني. مفيش اي ازمه ولا حاجه، والناس بس اختلط عليها الامر نوعا ما. طيب خلينا نروح للموضوع اللي بعده، وعلي معلول يغيب عن مباراه الاهلي في مواجهه دجله، وده بسبب تراكم البطاقات الصفراء، الانذار الثالث حصل عليه علي معلول في مباراه الامس، وكان نتيجته ان محمود وحيد شارك على حسابه عشان ياخد حساسيه المباريات وبالتالي يكون جاهز لمباراه وادي دجله يوم الجمعه اللي جايه. بصراحه يعني تحس ان الانذار ده مفرح شويه بالنسبه للاهلاويه. ليه؟ لان الناس قلقانه شويه على علي معلول، الراجل بيلعب اساسي على طول ما شاء الله عليه، فخايفين يتصاب او يتعور او حاجه قبل الفتره اللي جايه. ومعلول عنده سوابق قبل كده في الحقيقه، يعني حظنا دايما او حظه مع الاهلي ان هو في الادوار النهائيه في البطولات الافريقيه بيكون غايب بسبب اصابات عضليه مختلفه، فيريح شويه. وعندنا لعيب كبير قوي 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 اللي هو محمود وحيد، بصراحه لاعب بكواليتي عالي. لسه العرضيات مش مؤثره او لسه ما خدش فترات ودقايق كتير عشان يثبت نفسه، لكن امكانياته معروفه بالنسبه لجمهور الاهلي تحديدا اللي واثق فيه كل الثقه. فبالتالي ان شاء الله باذن الله معلول يرجع بعد المباراه اللي جايه، وكمان يؤدي المباراه اللي جايه مع محمود وحيد بشكل قوي امام وادي دجله باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح للي بعده. ايه اللي بعده؟ الاهلي يدرس اخر 4 مباريات لوادي دجله قبل مواجهه 4 سبتمبر. عندنا مباراه وادي دجله يوم الجمعه اللي جايه، فمستر ريني فايلر تحديدا عايز يدرس فريق وادي دجله بشكل مفصل، فده من خلال بعض الفيديوهات واللقطات اللي هيشوفها للفريق اللي هنلعبه. فريق وادي دجله فريق قوي وفريق مميز، وفي الحقيقه قدروا ان هم يكسبوا بعض المباريات في الفتره الاخيره، وقدروا ان هم يجمعوا عدد جيد من النقاط بعد الفتره اللي كانت مع تاكيس جونياس المدير الفني اليوناني السابق للفريق. فمستر ريني فايلر تحديدا هيشوف مباراه المقصه للاتحاد الاسماعيلي حرس الحدود اخر 4 مباريات من بعد عوده النشاط بالنسبه للدوري المصري وبالنسبه لفريق وادي دجله، عشان يقف على نقاط القوه والضعف عند هذا الفريق، وبالتالي يقدر يتعامل معاه بالشكل الانسب ويقدر باذن الله يحقق 3 نقاط يوم الجمعه القادم باذن الله تعالى. ده كان ترند الاهلي وبعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي النهارده. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات حلقه الترند النهارده. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد في فقرات عديده في حلقه الترند زي ما انتم متعودين دايما، لكن عندي فقره ترند اونلاين دلوقتي، فقره غايه في الاهميه، وهنقرب بشكل اكبر من الاحداث في المغرب والوضع حاليا عباره عن ايه من خلال الاستاذ محمد فنكار الصحفي المغربي الكبير. يا استاذ محمد اهلا بيك، منورنا. اهلا كابتن امير، واهلا بمتابعي قناه الاهلي وللشعب المصري، وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بيك وانت طيب، ومنورنا اكيد على شاشه قناه النادي الاهلي. لكن في البدايه عايز اطمن من خلالك على الاوضاع في المغرب بخصوص تفشي فيروس كورونا وايه اخر التطورات.
بطبيعة الحال يعني الفيروس، فيروس كورونا الآن منتشر في العالم بأكمله، وحتى في المغرب يعني يحصد يعني مجموعة من الأرقام سواء الوفيات أو الإصابات. اليوم في المجال الرياضي يعني إصابة أكثر من 140 يعني لاعب مغربي في البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني. هناك مجموعة من الإصابات، فرق مغربية حتى في القسم الوطني الأول يعني الدوري الاحترافي مصابة، الوداد واكتشاف قبل يومين يعني أول حالة في فريق الرجاء. يعني هناك كلام كثير عن الفيروس، وخاصة يعني لاعبي الوداد الذين أصيبوا تقريبا في مجموع مكونات الفريق، تقريبا هناك 14 فرد مصاب بفيروس كورونا. أعتقد بأنه البطولة الاحترافية تعاني شيئا ما من كثرة المؤجلات بسبب فيروس كورونا. طيب، موقف استكمال المسابقة المحلية تحديدا في المغرب، هل تحدد الموقف نهائيا ولا لسه في انتظار أي مستجدات؟ لا حاليا الوضع فقط في القسم الثاني يعني موقوف، يعني بطولة القسم الثاني توقفت حتى يعني موعد لاحق حتى يعني تلعب المؤجلات. البطولة الاحترافية أظن بأنه تسير نحو استكمال الدوري، كويس. بحكم أن أجندة الاتحاد المغربي وعلاقته أولى دفتر تحملات الكاف والاتحاد الإفريقي يفرض أيضا منح الفرق المشاركة في البطولات القارية. اليوم في المغرب أعتقد بأن الجامعة المغربية والاتحاد المغربي سوف يستأنف الدوري، لا بد من إنهاء هذا الموسم حتى يعني يتعرف على الأبطال والفرق المشاركة في المسابقات القارية. هو متبقي كم جولة في بطولة الدوري المغربي؟ يعني هناك فرق لعبت تقريبا 25 دورة، يعني بقي لها 5 دورات، وهناك فرق كويس. يعني لعبت 26 دورة. يعني هناك كثير من المؤجلات التي جعلت الدوري المغربي له تراكمات كبيرة، خصوصا على مستوى المباريات. الديربي بين الوداد والرجاء تأجل، وكما قلت يعني هناك فرق بقيت لها 5 مباريات، وهناك فرق بقيت لها 8، وهناك فرق يعني بقيت لها 7. يعني هناك الوضع ليس جيدا لحد الساعة، وغير مفهوم لحد الساعة، لأنه كل مرة تؤجل مباريات وننتظر يعني تحليلات الفرق المشاركة في البطولة حتى يتسنى للجامعة أخذ القرار المناسب. مثلا مباراة اتحاد طنجة وفريق الرجاء التي كانت ستلعب هذا الأسبوع، طلب فريق اتحاد طنجة بحكم أنه أكثر فريق تعرض عفوا للإصابة بفيروس كورونا، 26 يعني فردا من مكوناته أصيبوا بهذا الفيروس، تأجلت له مباريات كثيرة، وهو فريق يعني يلعب هذه السنة على المراتب الأخيرة، في حين أن الرجاء تقريبا لعب أغلب مبارياته باستثناء مباراة الديربي وأيضا مباراة أخرى مؤجلة، في انتظار يعني الكشف عن برنامج الدورات القادمة في البطولة الاحترافية. طيب، تحديدا عايز اسالك يا استاذ محمد بخصوص دور نصف النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا وموقف الانديه المغربيه من جزئيه التفكير في تاجيل هذا الدور، او على اقل تقدير ان هم يقدموا طلب للاتحاد الافريقي وفي انتظار مثلا موافقته من عدمها. هل في نيه عند الاتحاد او تحديدا عند فريق الوداد اللي هو عنده اكثر عدد من الاصابات ان هو يطلب تاجيل مباراه دور نصف النهائي؟ احنا عارفين ان الرجاء تقريبا ما فيهوش غير حاله واحده تقريبا لسه ظاهره مؤخرا، لكن كان في مساحات اتعملت لهم المساحات كلها سلبية، لكن موقف نادي الوداد هل في نية فعلا ان هو يطلب التأجيل ولا لا؟ لنكون صريحين، يعني المباراة ستكون يوم 26 شتنبر. كويس. الوقت حاليا ليس يعني لن يحدد هل يمكن الوداد أن يؤجل المباراة أم لا. الأمور الآن طبيعية جدا، هناك نسبة كبيرة من اللاعبين يتشوفون يعني في الأيام الأخيرة خاصة في فريق الوداد. النية حاليا لنكون صريحين غير موجودة، في تمام. انتظار تطورات أخرى، في انتظار مساحات طبية أخرى، في انتظار تحاليل للتعرف عن المصابين أو المخالطين باللاعبين، لكن حاليا ليس هناك نية للتأجيل بتاتا. الجميع يتحدث عن أن المباريات ستلعب في وقتها، خاصة وأنه أزيد يعني ما زال هناك وقت كبير للتفكير في هذا الطرح. تمام. طيب، عايز استغل فرصة تواجدك معايا واسألك على رأيك وكيف ترى المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا في ظل تواجد 4 فرق من كبار القارة، سواء الأهلي أو الزمالك والوداد أو الرجاء. بتشوف المنافسة إزاي في الدور ده وعلى البطولة بشكل كامل؟
ويعني بغض النظر عن فيروس كورونا الذي يعني سيمنع الجماهير من الحضور بنسبة كبيرة، لأنه الاتحادات أظن بدأ في المغرب يعني الأمر محسوم جدا أن الجماهير لن تحضر، وسبق وأن قلتها في برنامج مع السادسة. بالنسبة لمباريات أخرى أعتقد بأن المستوى التقني حاليا ليس هو المستوى التقني الذي كنا يعني نطمح إليه بالنسبة للفرق المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. في البطولة نرى يعني هفوات للفرق الأربعة، هناك يعني نتائج متباينة باستثناء الرجاء الذي يقدم يعني هذا الموسم موسم جيد في ظل فيروس كورونا، لكن نتطلع أن تكون المباريات يعني في مستوى راقي، وأن نستمتع نحن يعني كإعلاميين وجماهير بالمستوى التقني. لأعود للسؤال الخاص بك، أظن بأن مباراة الأهلي الأهلي عفوا والوداد سيكون لها طعم خاص، خاصة وأنه هناك يعني تأر بين الأهلي والوداد بعد يعني تتويج الوداد سنة 2017، سيكون لها طعم خاص، سنرى يعني فرجة، سنرى يعني روح عالية من الفريقين كما قلت، خاصة من الأهلي الذي يتطلع للتتويج بالتاسعة. وبخصوص مباراة الزمالك والرجاء، فأعتقد بأنها أيضا مباراة يعني ستؤكد قوة الفريقين إفريقيا. هذا ما يمكن أن يقوله. تمام. طيب، القول الفصل في جزئية أو في حالة تأهل نادي من مصر، اللي هو إن شاء الله يكون النادي الأهلي، ونادي من المغرب. أعتذر، ليه؟ مستمعك بس سامعني كده يا أستاذ محمد؟ أيوه كده كده بقول كويس. لك القول الفصل في جزئية أو في حالة تأهل فريق من مصر للنهائي وفريق من المغرب للنهائي، المباراة النهائية اللي هي هتبقى مباراة وحيدة، هتقام في أنهي ملعب؟ هل زي ما سمعنا بالقرعة أو سمعنا بعض التكهنات وبعض الأخبار، هل في أكيد بخصوص الجانب ده تحديدا؟ السؤال كان أظن على الملعب المحتضن للنهائي. بالظبط. حاليا يعني كما يتابع الجميع، فمن الصعب أن يعني يتم تحديد الملعب، خاصة وأنه مجموعة من الدول تعاني كما قلنا من الفيروس. ليس هناك توجهات على ما أعتقد لاحتضان المغرب للنهائي أو مصر للنهائي، بحكم إلا في حالة واحدة يعني تأهل فرقتين من الفريقين هنا من او نفس فرقتين من البلد هنا. إلى النهائي. هذا هو التوجه يعني الأقرب إلى الصواب، والذي يعني حسب يعني ما يروج الآن هو الذي يمكن أن يكون. لكن في حال تأهل فريق مغربي وفريق مصري إلى النهائي، الكاف عليها اتخاذ القرار منذ الآن، وليس انتظار حتى موعد النهائي أو حتى تأهل الفريقين، لأنه دائما جهاز قوي كالكاف لابد أن يتخذ قراراته وأن يضع توجهات مختلفة، حتى يعني لا نتكلم عشوائيا، لأنه مؤسسة كما قلت مؤسسة أكيد. كبيرة، ولها مؤسسة يجب أن تضع الملعب والترشيحات قبل بداية المباريات نصف النهائي. تمام يا أستاذ محمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ محمد فنكار، الصحفي المغربي الكبير، كان ضيفنا العزيز من خلال سكايب، وقال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بآخر التطورات في دولة المغرب الشقيق، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين هناك. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، في خبر الترند إن المباريات الخاصة بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن في مواعيدها، وحتى الآن مفيش أي نية عند فريق الوداد تحديدا اللي عنده عدد أكبر من الإصابات، حوالي 14 إصابة بين صفوفه، إن هو يطلب تأجيل المباريات في دور نصف النهائي. طيب، خلينا سريعا نروح للترند المحلي، وعندنا بعض الأخبار، وخصوصا في ظل تواجد بعض المباريات في بطولة الدوري اليوم، وفي مباراة بتقام في هذه اللحظات أو ابتدت في تمام الساعة 6:30 عصرا ما بين وادي دجلة وفريق مصر، وفي مباراة أخرى هتكون في تمام الساعة 6 ما بين الجونة والمقاولين المنتشي بالفوز على نادي الزمالك، وأيضا مباراة أخرى ما بين سموحة وفريق طنطا، والمباراة اللي هتكون في السهرة النهاردة الساعة 8:30 ما بين الزمالك وإنبي. مباراة دجلة وفريق مصر خسرت أو خلصت 2-1 لفريق
وادي دجله، وهنا طبعا من الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم كان بيعلن عن اسماء الحكام اللي هيكونوا متواجدين في مباريات اليوم. طيب من ضمن كمان الاخبار المهمه من خلال صفحه سوبر كوره على تويتر، واللي قالوا ازمه بين اتحاد الكره والانديه بسبب العوده لمساحات كورونا. يعني زي ما حضراتكم متابعين خلال الساعات الاخيره، يعني في بعض الانديه بيقول لك ايه، احنا عايزين نرجع للمساحات اضمن واسلم ونتائجها بتبقى اكيده، لكن اتحاد الكره زي ما حضراتكم تابعتوا البروتوكول الاخير واللي بينفذ مؤخرا، وهو بيكون من خلال تحاليل الدم، فبالتالي تحاليل الدم دي بتبين ان هل في اجسام مضاده في اصحاب هذه التحاليل ولا لا. لو في اجسام مضاده فبالتالي بتعمل المساحات بقى بتبين مين عنده كورونا ومين ما عندوش، فبالنسبه له بتبقى الدنيا سليمه. بعض الانديه عايزين يرجعوا لموضوع المساحات. في دلوقتي تنسيق بيتم ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين الاتحاد المصري لكره القدم وما بين بعض هذه الانديه المطالبه لعوده المساحات بشكل طبيعي دون اللجوء لتحاليل الدم، لكن الاقرب حتى هذه اللحظه ان اتحاد الكره هينفذ البروتوكول الاخير الخاص بالتحاليل او تحليل الدم، وبعد كده في حاله ظهور اي اعراض على اي حد او اي نتائج ايجابيه هيكون في المساحات، وبعد كده يقدروا هم ياخدوا قراراتهم. ده بالنسبه للجزئيه دي. خلينا نروح لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ومن خلال صفحه يلا كوره على فيسبوك، واللي بيقول حضور الجماهير في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا مرتبط باشتراطات الكاف. طبعا اشتراطات الكاف هتكون يعني من العناصر المهمه جدا في امكانيه حضور الجماهير لدور نصف النهائي، لكن برضو خلينا نقول لحضراتكم ان مفيش اي شيء متوقع، ما تقدرش تتكهن بحضور الجماهير او لا في دور نصف النهائي، لان لسه في عدد من الايام او لسه قدامك حوالي 3-4 اسابيع عشان الدور ده يتلعب. فبالتالي للاسف حالات الكورونا بتزيد، امبارح شفنا الحالات بتزيد في مصر، فبالتالي لسه مش عارف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن ان شاء الله نتمنى الدنيا تبقى مستقره ويبقى في جمهور، هيفرق قوي سواء مع الاهلي او مع الزمالك، لان هيدي افضليه اكيد بالنسبه للفرقتين، ومن ثم ان شاء الله يوصلوا للدور النهائي ونتفرج او نشاهد تحديدا نهائي مصري خالص. طيب خلينا نروح لمحمد ابراهيم، وده من الوطن سبورت حسابهم على تويتر، واللي بيقولوا ثلاث نجوم ينتظرون اشاره حسام البدري. كابتن حسام البدري في الحقيقه مركز جدا مع عدد كبير جدا من اللاعبين، ابرزهم محمد ابراهيم لاعب نادي مصر المقصه، لاعب مميز جدا صانع العاب رائع بيبتدي يستعيد مستواه، من ضمن اللاعبين المركز عليهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول، واكيد كابتن حسام البدري وجهازه المعاون مركزين في كل مباريات الدوري وكمان المباريات اللي بتخص محترفينا في الخارج عشان يقدروا يعملوا توليفه جيده خاصه بالمنتخب الوطني الاول في ظل التحديات اللي لسه شويه عليها، واحتمال كبير جدا ما يبقاش في تحديات سواء في تصفيات الامم الافريقيه او حتى تصفيات كاس العالم خلال الفتره اللي جايه، ده هيكون برضو طبقا للاوضاع والظروف في مختلف البلدان، لكن انت دايما لازم تكون بتشتغل ومركز على انك تختار العناصر اللي تكون انسب تحسبا لاي تحدي ممكن يكون قريب بالنسبه لمنتخب مصر. طيب دي كانت الاخبار المتواجده معانا في الترند المحلي النهارده، فبالتالي خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل لسه عندنا الترند العالمي، عندنا فيه تفاصيل مهمه وفيديوهات كمان اكثر اهميه، استنونا بعد الفاصل. في الترند العالمي الحديث الابرز اكيد عن ليونيل ميسي، واضح ان الحديث ده هيستمر معانا على مدار اسابيع لحد ما يتم حسم هذا الملف، خصوصا في ظل تضارب الاقاويل بخصوص احقيه ميسي في فسخ تعاقده مع برشلونه، ام يجب على النادي الراغب في ضم برشلونه ان هو يدفع 700 مليون يورو شرط جزائي في عقد اللاعب مع النادي. لكن التفاصيل دي اكيد هنتكلم عنها بشكل اكبر من خلال الترند العالمي، ونبتدي بأحد البرامج الإذاعية لإذاعة كادينا سير في أسبانيا، واللي اتكلموا قالوا على تويتر قالوا إنه يمكن لميسي أن يفسخ عقده مع برشلونة بعد انتهاء الموسم، هو خلاص الموسم انتهى هناك دون دفع الشرط الجزائي. لكن تعالوا نروح للخبر اللي بعده، وهو خبر معاكس تماما، وده من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، واللي بينفي فيه إمكانية ميسي فسخ تعاقده، وقال كمان وأعلن طبقا للعقد وبعد ما اطلعوا عليه إن لا يجب على النادي الراغب في التعاقد مع ليونيل ميسي إن هو يدفع الشرط الجزائي كامل لفريق برشلونة، والشرط الجزائي بيتمثل في 700 مليون يورو. ما أعتقدش إن في نادي طبعا يقدر يدفع الكلام ده، هيبقى أمر غير منطقي إطلاقا. أكبر صفقة عارفينها طبعا صفقة نيمار مع بي إس جي لما دفعوا الشرط الجزائي مع برشلونة حوالي 220 مليون يورو أو 222 مليون يورو على ما أتذكر، الكلام ده كان
من سنتين، لكن 700 مليون يورو ما فيش نادي اكيد هيتجرأ ويقدر يدفع المبلغ ده، لان مبلغ كبير جدا ومبلغ تعجيزي في الشرط الجزائي بالنسبه لليونيل ميسي. طيب الخبر اللي بعده لسه الكلام على ميسي، وده لشبكه سكاي سبورتس على تويتر، واللي نشرت خبر بتقول ان ميسي ما راحش النهارده للتدريبات بتاعه برشلونه وما عملش المسحه بتاعه بدايه الموسم، والنهارده كان المفروض يبقى فيه طبعا مسحه بالنسبه للاعبي برشلونه. كل اللاعبين ذهبوا زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو ده، كلهم راحوا، لكن كان جمهور برشلونه في انتظار وكانوا على امل حضور ميسي عشان الامور يعني هي ترجع طبيعيه نسبيا، يعمل المسحه تحسبا لاستكمال الموسم. لكن واضح جدا جدا ان هي كانت رساله من ليونيل ميسي للتاكيد على رغبته في الرحيل عن برشلونه، سواء بقى الموضوع بيتعلق ببارتوميو ان هو يكمل كرئيس للنادي او حتى يستقيل، ده مش فارق مع ميسي اطلاقا. واضح من خلال المتابعات دي ومن خلال كمان مساحات اليوم ان هو ما حضرش، فبالتالي ميسي يرغب في تحدي جديد، وفي الغالب هيكون في مانشستر سيتي بعد تواصله مع جوارديولا. لكن الامر دلوقتي يعني بيتعلق بالعقد وبنوده وازاي الامور هتمشي خلال الفتره الجايه بالنسبه لليونيل ميسي. خلينا كمان نروح للخبر اللي بعده، ودي صوره مؤثره جدا جدا، ومن خلال بليتشر فوتبول الصفحه الرسميه ليهم على تويتر، واللي نشروا صور لمشجع صغير لبرشلونه بيرتدي قميص ليونيل ميسي، وكان في انتظار وصول اللاعب النهارده على امل استكمال مشواره مع الفريق، لكن للاسف ما وصلش ليونيل ميسي. واضح علامات الحزن في الحقيقه على هذا اللاعب، وطبعا طبعا حقه ان هو يبكي ويزعل، لان بيتكلم في احسن لعيب في تاريخ الكره تقريبا ليونيل ميسي، ان هو هيمشي من فريقه المفضل واللي هو مرتبط دايما بيه على مدار 16 سنه فاتوا. ممكن يكون المشجع ده اصغر طبعا من 16 سنه كمان، لكن يعني لما وقع الدنيا شاف ليونيل ميسي بيجيب القاب وبيحرز اهدافه وبيمتع سواء هو او جمهور برشلونه، فصور في الحقيقه مؤثره شويه بالنسبه لجماهير برشلونه. لسه مع ليونيل ميسي، وده من جريده جارديان على تويتر، واللي نشر مقال للصحفي جوناثان ويلسون، واللي قال فيه: دعونا ننسى الرومانسيه، لقاء ميسي وجوارديولا لن يجعل السيتي افضل. وده تكهن بالنسبه له او قرايه للمشهد. قال ان في حاله انضمام ميسي لمانشستر سيتي ده مش معناه ابدا انه مع جوارديولا هيقدروا يحققوا كل الالقاب اللي هم بيتمنوها، وابرزها طبعا لقب الشامبيونز ليج. فبيقول لك ده ما يساويش ده، مش شرط خالص. هو طبعا كره القدم ما فيهاش يعني حاجه اكيده او حاجه مسلم بيها، لكن في كل الاحوال انضمام ميسي لمانشستر سيتي مع المجموعه اللي موجوده من اللاعبين مع جوارديولا افضل المدربين في العالم اكيد هيعمل اضافه، يعني ما فيهاش نقاش اطلاقا. لكن هل الاضافه دي ممكن تجيب او تاتي بنتيجه بطوله دوري ابطال افريقيا اللي بينتظرها طبعا جمهور مانشستر سيتي ولا لا؟ لكن خلينا نروح كمان لحساب جول على تويتر، ونشر صوره لميسي بقميص مانشستر سيتي، وتساءل ميسي وجوارديولا هل يحدث ذلك؟ النسب الاكبر بتقول ان ده هيحصل، بتقول ان الموضوع بس موضوع وقت وهينضم ليونيل ميسي ليه مانشستر سيتي ويكون في كتيبه جوارديولا مدير الفني الاسباني، واللي كان متواجد في فتره توهج ليونيل ميسي في برشلونه. لكن احنا اكيد مستمرين في الحديث عن الجزئيه دي لحد ما يتم الاعلان الرسمي عن الجديد بالنسبه لليونيل ميسي. خلينا نروح لخبر مهم من لاعب اخر في برشلونه، واللي تم الاعلان كمان عن رحيله بعد اجتماعه مع كومان المدير الفني الجديد لبرشلونه، واللي قال خلاص انا مش في حاجه للويس سواريز، فبالتالي ممكن يشوف عروض او حاجه ويروح نادي تاني. لكن في بند في العقد زي ما حضراتكم شايفين كده من حساب جول على تويتر، البند ده بيقول ان في حاله رحيل سواريز عن برشلونه لازم برشلونه تدفع له 14 مليون يورو، ده بند في عقد. يعني مثلا قال لك كمان ايه، لو كان مشي في 2019 كان هيدفع برشلونه 18 مليون يورو او 19 على ما اتذكر. فبالتالي دي بنود تبقى موجوده في عقود اللاعبين طبقا لعقد سواريز مع برشلونه. لو الراجل مشي الصيف ده خلاص انت دلوقتي هتدفع له 14 مليون يورو، وكل حاجه بتخلص طبعا بالاتفاق ما بين اللاعب والنادي، واكيد وضع سواريز كمان ان هو
في الغالب مش هيكون متواجد في برشلونة، أو خلاص ده الأقرب وده اللي هيحصل خلال الموسم الجديد. طيب نروح من أسبانيا لإنجلترا، وامبارح كان كأس الدرع الخيرية، المباراة اللي كانت ما بين ليفربول وأرسنال، والمباراة دي بالنسبة لي يعني كانت مهمة جدا. احنا ما كناش يعني ما قدرناش نتفرج عليها، كنا على الهواء، لكن تابعنا أكيد ملخص المباراة امبارح وشارك فيها بشكل كامل محمد صلاح، وايضا شارك فيها نجمنا المصري محمد النني في مباراه كانت قويه جدا. الوقت الاصلي انتهى بالتعادل 1-1، وضربات الجزاء انتهت لصالح فريق ارسنال اللي توج باللقب للمره ال 15 في تاريخه. فبالتالي اللي يهمني امبارح حته ان محمد صلاح والنني موجودين، وانا بصراحه يعني في يوم من الايام ما تخيلتش ان هنلاقي اثنين نجوم مصريين كبار بحجم محمد صلاح، طبعا ما فيش اي جدال او نقاش عليه بامكانياته الرهيبه، ومحمد النني كمان كنجم مصري بيتالق كمان، وامبارح عمل مباراه كبيره قوي طبقا للملخص اللي تابعناه. فبالتالي انك تشوفهم، كنا بنشوف قبل كده مثلا مواجهات ما بين ميدو وعمرو زكي وهم في ويجن اتلتيك بيلعبوا محمد شوقي في ميدرس ليسبرا في انجلترا، لكن كاثنين لعيبه مصريين في فرقتين كبار قوي زي ليفربول وارسنال كانت حاجه مش متوقعه شويه. لعبوا قبل كده مع بعض في الدوري الانجليزي على ما اتذكر، لكن امبارح كانت مباراه قويه وكان عندنا نجوم مصريين مهمين جدا شاركوا في هذه المباراه، والناتج الاخير اكيد بنبارك لمحمد النني بفوزه بكاس الدرع الخيريه للمره الثانيه في تاريخه مع ارسنال بالمناسبه بالنسبه لمحمد النني. طيب خلينا نروح لخبر اخر ولسه مع انجلترا، وفي الحقيقه الفيديو ده مهم جدا بالنسبه لنا عايزين نشوفه مع حضراتكم. توتنهام هوتسبير اعلنوا التعاقد مع دوهارتي، طبعا نجم ويلفرهامبتون، لاعب مميز جدا في الباك رايت ولاعب اكيد هيكون اضافه لفريق توتنهام ومورينو. لكن الفيديو هنشوفه مع بعض، الفيديو بالنسبه لي اهم لان دوهارتي كان ليه بعض التصريحات ليه على تويتر قبل كده. لا مش الفيديو ده يا جماعه، اكيد في فيديو اخر لدوهارتي وهو بيمسح تويتاته على تويتر اللي كان كاتبها ايام ما هو كان بيشجع ارسنال. فاحنا عارفين ان ارسنال الغريم التقليدي اكيد على طول لتوتنهام، ودايما بيبقى ديربي لندن ديربي قوي جدا ما بينهم، فاللاعب انتقل لتوتنهام. فهنشوف حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ده ايه اللي حصل، تعالوا نشوف. طيب يعني ده كان فيديو لدوهارتي بعد اعلان انضمامه لفريق توتنهام من ويلفرهامبتون، واكيد اضافه قويه جدا لفريق توتنهام. لكن هو كان في خلال تويتاته بيعبر عن حبه الشديد لفريق ارسنال وحبه الشديد ايضا لجمهور ارسنال، لكن خلاص هو في الفيديو ده مسح الامور بالنسبه لهم عاديه، يعني مسح كل التويتات دي وقال لك انا خلاص بشجع توتنهام وبحب جمهور توتنهام. دي كانت بعض الاخبار العالميه، لكن لسه عندنا مشاركات مهمه جدا من جمهور النادي الاهلي زي ما احنا متعودين دايما مع نهايه كل حلقه. وكان سؤالنا النهارده ايه؟ سؤالنا كان ايه رايك في اداء النادي الاهلي امبارح في مباراه المصريين؟ نبتدي بداليا محمود واللي قالت حلو بس برده مش ده مستوى الاهلي، اكيد ان شاء الله طبعا هيكون في احسن من كده. موحى تريكا قال الاهلي ما زال عنده مشكله في الوصول من عمق الملعب، الراجل بيحلل بشكل جيد في الحقيقه واضح، وبنلعب على الاطراف فقط وعلى الكره الطويله. الاهلي محتاج تقريب خطوطه من بعضها، محتاج باك رايت يصنع الفارق، عندنا محمد هاني وعندنا احمد فتحي حتى الان متواجدين وان شاء الله يكونوا افضل كمان من كده خلال الفتره اللي جايه. بركات غطاس قال في تحسن باذن الله، كل ما يلعبوا ماتش يكون احسن، والكيرف اكيد بيعلى بالنسبه للنادي الاهلي زي ما باسم عادل كمان الاداء كان جيد خاصه في ظل الغيابات. طيب دي كانت بعض تفاعلات جمهور النادي الاهلي ورايهم في اداء الفريق في مباراه الامس امام المصري، وان شاء الله باذن الله في احسن من كده بالنسبه للنادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه، وهي مرحله اعداد للتحدي الاهم وهو التحدي الافريقي من خلال مباراتي الوداد، ومن ثم ان شاء الله التاهل للنهائي ونقدر باذن الله نفوز باللقب الافريقي، لان ده دايما الهدف الاساسي والشغل الشاغل بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره باذن الله حلقه جديده واخبار جديده من خلال السوشيال ميديا عن نادينا الحبيب النادي الاهلي، وكمان اخبار محليه وعالميه. استنونا، سلام.